السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناة اس تي في. مرحبا بكم مجددا في برنامجنا الأسبوعي السيرة الذاتية لشيخ مدير المعهد سفيان مهدي درامي. واصل معكم ونقول للمدير أهلا ومرحبا بك في قناتك الاس تي في. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بك يا محمد، ونحيي جميع المشاهدين لقناة اس تي في، ونحييهم جميعا بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا محمد، يعني نقوم بأعمال الخيرية كحفر الآبار، بناء المساجد، وإفطارات في رمضان، أشياء كثيرة وكثيرة وكثيرة، هذه القصة. نعم. حتى كنت أشاهد بعض صورك في الفيسبوك. نعم هكذا. يعني لحفر الآبار ونعم. نعم وغير ذلك. نعم صحيح. ما شاء الله، لابد أنه قصة جميلة. جميلة والله والله صح. ينبغي أن يفعله الدعاة كثيرا. نعم نعم والله. تدعو الناس إلى الله فقط. نعم. وهم متعبون جدا. لا. لابد من معاونة. من معاونة لهم حتى. نعم ان شاء الله. نعم. فعملت اي المؤسسات التي عملت فيها؟ نعم، انا لحظة تخرجت، السنة اللي تخرجت 2003 من الجامعة، ما كانت نيتي في التدريس ابدا. رغم انني مدرس، ادرس في الحلقة، لان انا كانت نيتي ان ادرس بدون مقابل. والله أنا كانت هذه منهجي، أنني أدرس بدون مقابل، لأن هذا هو منهجي قبل حتى الالتحاق بالجامعة. ولذلك عندما تخرجت كان هنالك عم لي، هو اشتغل في الحكومة الغربية لسنوات عديدة. عندما رجعت من ليبيا طلب منا أن أقدم له أوراقي، فهو يعني سيتقدم بهذه الأوراق إلى الجهة الحكومة لي، يعني أجد وظيفة في الحكومة. فهو يعني تقدم بأوراقي في المحكمة العليا في بنجول، تقدم بأوراقي حتى قبلت وأنني سأكون موظفا. فيبقى فقال لم يبقى إلا أن أذهب وأعمل مقابلة وأوظف. فهذه الإجراءات يعني لم تكن أو لم يكن أبي على علم بهذه الإجراءات. فعندما يعني عزمت الذهاب للمقابلة أخبرته، فهو لم يقبل، قال لي لا تذهب، لا تشتغل في الحكومة. فأنا إذا تركت، لم أعاند، تركت. ولكن قال لي اذهب إلى سنبلغتي، وأنت تعرف سنبلغتي، أنا ذاك كان يسمونه، لأن سنبلغتي يعني جمعية وتحت المعهد الإمام. قال لي اذهب إلى سنبلغتي ودرس، لأنهم من المؤسسين لسنبلغتي. فمن هناك ذهبت ودرست وبدأت التدريس، فكان راتبنا ضئيل قليل جدا، كان 1750 درس. 1750 درس شهريا. لكن سأذكر شيء أريد لطلبة العلم أن يأخذوا درسا وأن يستفيدوا. فأنا عندما بدأت ووظفت، فأول يعني في نهاية الشهر لما تقاضيت راتبي أخذت هذا الراتب وذهبت به إلى والدي، قدمت له الراتب كله. قال لي ما هذا؟ قلت هو راتبي. قال ماذا أعمل؟ قلت هو لك، لأن أنا أعيش في بيتك، أكل من طعامك، فهو ليس لي لك. والله هو نظر إلي ثم نظر إلى المال، المال قليل جدا، أخذ 300 درس، رد إلي بقية المال، قال وزع لأمهاتك، أنا أبي تزوج بأربعة ثلاثة وأربعة، قال أعطي جزء لأمهاتك وأنت بنفسك احتفظ بجزء ربما في المواصلات وإلى حاجات بسيطة. فسبحان الله أخذت المال ونفضت كما أمرني، أعطيت أمهاتي واحتفظت ببعض المواصلات إلى آخره. فبدأ جعلت كل شهر الآن
كل شهر سأخذ 300 هذا وأعطيه. أخيرا قال أترك، لا أريد، لا تعطيني، لأن هذا المال يعني قليل جدا. فأنا إذا لم أترك، الآن حولت هذا المبلغ 300، يعني في نهاية الشهر أذهب وأشتري أشياء بسيطة وأعطيه، هو لا يعرف. أذهب إلى محل تجاري سوبر ماركت أشتري، لأنه هو يحب الليمون، ليمون مع الشاي، ليمون، كان هناك دقيق الليمون وأشياء يعني بسيطة أشتري وأعطيه. الحمد لله هو كان يدعو ويفرح، لكن ما كان يعلم أن هو هذا 300 دلس. أذكر هذا لطلبة العلم أن يحاولوا حتى للآباء أن يحترموهم ويساعدوهم، حتى ربما الوالد إذا دعا لك الله سبحانه وتعالى سيفتح لك أو أمامك خيرات كثيرة. نعم، فكنا هكذا حتى يعني أنا 2009 سافرت إلى ليبيا، فهو يرحمه الله تعالى توفي في يوم 27 من ديسمبر، صادف يوم عاشوراء. نعم. يقال كان عالما كبيرا. نعم الحمد لله. وحتى البعض يقولون يعني يوجد بينكم علاقة مع شيخ مكي درامي. نعم هو عمي. هو عمنا. ليست علاقة ولا الدم. قرابة الدم. يعني هو عمي شيخ مكي ودرامي ووالدي. يعني والداهما من أب، ليس من أم لكن من أب. نعم ما شاء الله. والداهما من أب. نعم. ويعني هل لك أشرطة والدروس في بعض الكتب؟ نعم، قمت ببعض الأعمال كتسجيل تسجيلات صوتية لترجمة بعض الكتب الأدبية، وكذلك كان لدينا يعني برامج في إذاعات، كان هناك راديو 1 FM، الآن راديو 1 FM مقفل، وعملت هناك لمدة طويلة وأنا في إمام مالك، وكان لدي برامج في Unique FM أيضا، Unique FM، يعني هذا البرنامج استمر لمدة طويلة. وثم اخيرا عندنا برنامج في الفلاح الان، هذا البرنامج هذا لسنوات الان، اعتقد ربما 5 إلى 4 سنوات الان، وانا عندي ماده التفسير، تفسير القران، وكذلك اشرطه يعني